السلام عليكم ورحمة الله. المرة هاي يا إخوان بدنا نطلع ندور، لا حية ولا خنزير ولا شيء، بدنا نطلع ندور على طفل إنسان، طفل عمره 6 سنوات. حمزة ابعت لي صورة الولد على السريع عشان أنزل على الفيس عندي. وهيني أنا بدي أطلع، وين جهة الكلية بالضبط؟ استناني عند الكلية، هينا جايين. طبعا طفل 6 سنين صغير كثير بالعمر، له 6 ساعات مش مبين مختفي الولد، راح ندور عليه وان شاء الله خير. هاتوا الكشافات يلا. طبعا راح نستعمل معنا الكشافات مثل كشافات الصيد. هات كمان، امسك ابراهيم هون. شو بدنا كمان؟ خذ الكشاف الثالث، كاميرا الصيد. يلا ناخذ معنا البطاريه السبير الاحتياط، السلك الشاحن، لانه غير هيك احنا بطارياتنا بتخلص. لحظة شوي، نسينا اشي؟ في معي كمان تلفون، وين؟ هيو. طبعا راح ان شاء الله نطلع وندور مع الناس نساعد الشباب. في الولد الساعة 12 عنا بالليل. جبت كل شيء؟ كيف؟ ليش عند التلفون؟ في كل شيء؟ توكلنا على الله. بالمل نستعمل السيارة التويوتا عشان الشباب بيطلع ورا بكشفوا وأحسن. تعال يا ولد، تعال. قديش عمرك أنت؟ 15. وأنت؟ 14. في ولد صغير ضايع، شفتوه؟ وين؟ عمره 6 سنين. شفتوا حالة صغير ولد بالحارة شي لحال؟ ما مرش عليكم ها؟ طيب يلا. هاي نفهم الذهب. ايش؟ شو اللي صاير؟ ولد صغير عمره 6 سنين. 6 سنين؟ صار له 6 ساعات مفقود بدوروا عليه. وين داره؟ هي تحت، تعال الحقنا. طيب يلا اطلع. خلينا نشوف من وين، من وين آخر مرة نشاف الولد؟ بقى بالسهرة باب الدورة. اوكي، في سهرة الله. جماعة هاي ابو الولد، هاي ابو. مرحبا، كيف حالك؟ انت ابو الولد؟ صحيح. احكي لنا شو بالضبط القصة صارت؟ والله ما بعرف، انا بقيت بالشغل. بعرف على الكذا. مو هذا ساكن انا. وجيت من الشغل بدي اشوفه عشان انادي وما لقيتش. مش مبين ولا اشي. 6 سنين، 6 سنين جاهل صغير. طيب شو اسم الولد؟ يا من منطور. معك صورة له؟ هاي صورة. ابعتوا لي صورته. شو ابعت لي اياها على الواتساب؟ ابراهيم مش بك لي نت. هاي خذ نت من عندي، افتح. يلا حط كول. طلعت عندك؟ حافظ الرقم؟ شبكة. الدنيا يعني. يلا يلا. جاهز؟ كول. ايوه هي اول واحدة، اكبس عليها. شو الرقم؟ الرقم. خالد. اشرف. جمال، جمال معك. بس قاعد بشبك لحمزة بتلفون ونت. باخذ الصورة منه. كيف؟ لا ولد ضايع له 6 ساعات، صغير عمره 6 سنين. هينا اشي ده صار شي. بقول لك حط الرقم مع المقدمة على الواتساب. حط له الرقم مع المقدمة ابراهيم، عشان يطلع الواتساب. وين ابو الولد؟ تعال ابو. ايش انت بدك؟ انزل لك صورة الولد على الفيس بناء على طلبك. نزله. طيب يلا حمزة. محمد سألت في المستشفى اشي؟ سألنا ابو نعيم، سألنا حمزة. يعني هو ضاع في السهرة؟ طالع السهرة. دورته حوالين العمارات. وين في مكان؟ وين في مكان مايل صور سلسلة؟ دورته. واحنا وين مكان؟
شرنا وين وين السوبر ماركت؟ طب بابك في سهرة هان. طب شو بده يطوله من السهرة هالولد؟ 50,000 بكيز. برد بطي علي الزلمة. ارفع نشوف. ادخل يا ابراهيم. صار كل الصفحتين. نعم. ادخل ابراهيم. ولا اشي ولا اشي. هاي جبنا عمارة. امسك هذي لك. مش مشكلة هذي انا بقى. مش هصب في الظهر. طب شغل. والله. جاي من الجهاز نازل طالع من هان في برامج عندك على الشاشة. شوف الثاني وين حمزه رضا عم شوف مين هات الكشافات ابراهيم يا شباب يا الله يا رب ابعد ابعد عند الله طبعا يا اخوان في حكي يا رب ان شاء الله يعني الولد 6 ساعات طولنا بيدينا من الجوره في حكي خلص في حكي انه الولد في نفس يا رب ان شاء الله لانه صدمنا احنا بصراحة يا اخوان طول ولد من طفل من جورة تصرف صحي صدمنا يا اخوان ان شاء الله يا رب انه يعيش الحمد لله ان شاء الله والله في رجعنا امانة الله ان شاء الله ان شاء الله نتشرف والله يا عم ان شاء الله ربنا انا بعرفه متكلم يعني يا ان شاء الله ربنا يختار له الافضل يا رب ان شاء الله الله يا عمي اكلكم الصراحه الله يكون في عونكم بده يخبروا عن وضع الولد الحاج بدك الحاج وين الحاج الحاج تعال طبعا يا اخوان بعد انعاش وغيبوبه وبعد انتظار من اهل الطفل حتى انه الكل كان ينتظر الطفل المعجزة الطفل المعجزة مزبوط سميناه الطفل المعجزة يامن طبعا الكل يا اخوان كان ينتظر شو بده يصير مع الولد يستنوا على نار حتى الطب ما قدر يعرف صراحة كلكم اياها انه الولد بس يصحى هل بده يصحى يصير عنده اشي في الدماغ لانه الولد قعد 5 ساعات في جورة صرف صحي وكان غرقان وطايش طبعا اول ما طلنا الولد ترحمنا على الولد وفتحنا بيت عزا انا وابو الولد اللي هو ابو يامن وعمه وسيده في باب الدار واخذوا الولد طبعا هم بسياره وخلص يعني 1-5 ساعات في جوره غرقان يعني معجزه لكن رب بعد ساعه محاوله الاطباء انعاش قلب الطفل تمكنوا من بعد ساعه وبعد ياس انه اشتغل القلب عنده والحمد لله شوي شوي اشتغلت كل اعضاء جسمه حتى الدماغ رجع اشتغل 100% في اشي صار اشي علمي اشي يعني بده حدا يشرح لنا اياه بروفيسور انه كيف غريق وكان غريق فعلا هو ويعني غرق وطاش وضل غرقان حتى كان كالب على راسه وكيف يعني ما الحمد لله رجع تمام في اشي صار حافظ للولد على الدماغ ما انتم عارفين لما يروح الاكسجين عن واحد في الدماغ فترة دقائق بصير عنده تلف دماغي مثل الطفل أمير زيدان اللي صار عنده خطأ طبي وراح الأكسجين عنه المهم يامن حبيب الشعب يلا شو اسمه جمال جمال ايش جمال الناس شاطر والحمد لله الولد رجع تمام 100% والله لك عزومة كبيرة يوم الجمعة بدهم يطبحوا خرفان وعجول بدك تعزمني طب تاكل ايش اضفريت بقى ياكل اضفري اول شو بدك اجيب لك ارنب تحبني وين الارنب جوا طبعا اقرا الفاتحه يلا عشان اجيب لك الارنب اذا بتقرا الفاتحه بجيب لك الارنب
يلا 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 كان الفاتحة عشان اجيب لك الارنب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نعبد اياك نستعين، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بريو عليك، روح جيب له الارنب، جيب له ارنب صغير. لا ولون ابيض. المهم القصه زي ما قلت لكم يا اخوان سميناها الطفل المعجزه. بصراحة أنا بحياتي يعني لما جاني اتصال إني أطلع أبحث، إحنا بنطلع نبحث عن خنزير، بنطلع نبحث عن أفاعي، بنطلع نبحث عن إشي، لما جاني اتصال إنه في ولد مفقود إله وطلعنا وبحثنا والحمد لله تمكننا من إنه نلاقي الولد، رغم إنه تم تفتيش المنطقة وأخذنا معلومات عن الولد، بس الحمد لله تمكننا من إيجاد الولد. خلي يعطيني. يلا هيو خذ امسك. تخافش منه يلا. مش بدك ارنب؟ جنتني تقول لي بدي ارنب، هاي ارنب ليش تخاف منه؟ يلا امسك وحس كله مرحبا ارنب. وش في عينه؟ عينه؟ هاي عينه. هاي عينه. حلوة؟ لون قديش لونه؟ شو؟ قديش لونه؟ ابيض. زي ما قلت لكم يا اخوان خمس ساعات هذول انا بضمن لكم اياهم، كان الولد غريق اللي اسمه جورة الصرف الصحي عمقها 8 متر، كان فيها مياه صرف صحي 6 متر، وطبعا تم الناس فتشوا جورة طلعوا فيها ما بين فيها اشي، يعني كان الولد جواها وغرقان، بس وحتى وسعوا البحث نزلوا على الوديان، لكن انا لما بلشت وقالوا لي فيه اخذت معلومات في جورة فاصريت اني انا اكشف بالكشاف القوي معي اللي تمكن من انه يحدد لي منطقة الولد. زي ما قلت لكم كان غريق بالشكل هذا وراسه لتحت، والولد يعني شبه كان يعني كان متوفي الصراحة، بس معجزة من رب العالمين. انا اول مرة بمر علي طفل يعني قبل فترة مسكين ولد في سطل المي، سمعت فيه وسط المي دقيقتين غيرك وتوفى الله يرحمه، والف حمد لله على السلامة. وطبعا يامن وحيد لابوه، وطبعا هذا صار معه انهيارات وصار معه قصص، لكن احنا بالفيديو ما بنقدرش نعرض لكم كيف لما طلنا الولد. بامكانكم احط لكم رابط فيديو كيف انتشرنا الولد بالفيسبوك، احط لكم الرابط على على الوصف على الفيديو. القصه كامله لما طلعنا الولد من ايوه نام قف نام نام آه. والحمد لله وان شاء الله طلع ربنا ما يضر حدا ويحفظ لكم كل اطفالكم. خلاص يلا شوف كيف وقعت. طبعا يا اخوان الجورة اللي هي جورة صرف صحي موجودة على الشارع مكشوفة، فش عليها غطا اللي هو كان مجرد عليها زي خشبة، خشبة هاي بتذكر خشبة رفيعة زي هاي فلما خبط يعمل عليها وقعت فيه. كيف طيب كيف وقعت فيه؟ انا بس بدي اعرف. كان نايم. طيب انت لما وقعت جوا في الجوره شو سويت؟ اسبح. سبحت؟ كيف سبحت؟ لنقول انه الولد بده يسبح في جوره 6 متر، قديش بده يقعد يسبح يا اخوان؟ دقيقه، دقيقتين، ثلاث، 10 دقائق، نص ساعه، بعدين شو؟ شو صار معك؟ بعد ما سبحت؟ هاي انا مش عارف يا اخوان والله. زي هاي مغطى بتذكر الجورة هو لما وقع، بس بعديها هو طبعا يعني وقع والجورة غميقة جدا، يعني حتى سباح ماهر ما بيقدر يسبح بالجورة يا اخوان. ف معجزة هاي. شو اسمك انت الكامل؟ يلا اسمك الكامل. يامن المعجزة. يامن المعجزة؟ سمى حاله يامن المعجزة. والله انك معجزة اقسم بالله. انا اتوقع يا اخوان يعني انا مش طبيب ولا اشي، لكن اتوقع انا انه توقعاتي انه الماء البارد متلج، كانت المي باردة لتها باردة باردة، حتى لما ابراهيم ابني مسك الولد بعدها بكله كان جسمه زي الثلج لما طلعناه. اعتقد المي الباردة حفظت له سبحان الله على تبريد الدماغ.
الماء المي الباردة يمكن الله أعلم حافظت له على تبريد الماء، لكن هو كان بالشكل غلط يا من هيك كان هيك راسه لتحت وطايش وراسه غير كان طبعا تكيل الراس وكان مبين بس طرف ظهره وطبعا طاله من تمه بتعرفوا جورة المجاري آسف جورة الصرف الصحي بكون فيها مرمي وسخ جرابين فيها شغلات كثيرة يعني حتى انه ابتلع يعني كم من المي يعني انا بعتقد انه اللي بغرق بطيش بعد ما يغرق بطيش صح الواحد فطاله من تمه شغلات كثيرة بالمستشفى والحمد لله لما كارول اشتغل القلب عنده انا ما صدقت اخبط كاف ليش زعلت؟ ليش زعلت؟ شو اسمك انت؟ يا من يضرب يلا اضرب حامي بس باقي انا بدي اعذب يلا لو انت اضربك عمي كف اخ اي تعال ليش؟ طب ليش مش انا بتحبني انت؟ شو اسمي؟ شاطر شو اسمي؟ اسمي يا من الماجد مش تنسى انت شو اسمك؟ يا من المعجزة يا من المعجزة الطفل المعجزة مين سماك الطفل المعجزة؟ ها؟ مين سماك الطفل المعجزة؟ أنا اللي سميتك